إقبال كبير من الأطفال والشباب على مسلسلات الكرتون والأنيميشن اللي كانت موجودة في رمضان، وشفنا كمان انتباه الأطفال قد إيه كان منجذب ناحية مسلسلات زي يحيى وكنوز الجزء الثالث، مسلسل نور والكوكب السعيد، وكمان مسلسل سر المسجد ومسلسل نورة. خلينا نتابع. الحلقات ال 28 من مسلسلات الأنيميشن والكرتون في شهر رمضان شهدت أحداث مشوقة. بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل نورة بظهورها مع صديقتها جنى اللي قالت لها إن يارا بتخطط للغدر بيها بعد أن اكتشفت إن نور أخو نورة بيراقبها، وقالت كمان إن ليلى هي اللي بعتت الرسائل لريم ومش يارا، فقررت إنها تردها لك بس بطريقتها. إيه هي طريقتها؟ ناوية تستدرج نور وتسجله اعترافه بمراقبتك وتسمعه للمدير. أنا كان كل غرضي من الحركة دي أعرف هي اللي بتبعت الرسائل لريم ولا لأ، مش هي. إيه ده؟ أمال مين؟ ليلى اللي بتبعتهم. ليلى؟ بدأت الحلقة 28 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث بحديث كنوز ووالدتها ووالدها والأستاذ عصام عن إن المنظمة اخترعت روبوت على شكل يحيى وهو ذكي جداً. وخلال الحلقة بتظهر البروفيسورة جميلة هي والرابط وأفراد العصابة، وبيسألها أحد أفراد العصابة عن مكانهم وبتشرح لهم إنهم في الأرض المهجورة. أنا دلوقتي في الأرض المهجورة، أرض ما بين الشمال والجنوب، الشمال اللي بيحكمه ملك الهكسوس، وطيبة في الجنوب اللي بيحكمها الملك كاموس، واحد من ملوك الأسرة السبعتاشر. هي من إمتى كيمت بيحكمها ملكين؟ قول ثلاثة. كيمت في أسوأ فترتها. أما عن الحلقة 28 من مسلسل نور والكوكب السعيد فبدأت بظهور زهرة وهي بتحدث والدتها عن حزنها الشديد على عدم قدرتها على التمثيل، وبترد والدتها بأنه يجب على الشخص أن يخطئ حتى يتعلم، وبتبدأ زهرة في تمثيل الدور أمام والدتها وبتنسى مرة تانية. وخلال أحداث الحلقة بتظهر فرحة مع رامي وهي ضعيفة بعد سماعها الأغنية بتسبب لها طاقة سلبية كبيرة. فريق النور والأمل بيتكون من ثلاث بنات كفيفات، يعني فقدين حاسة البصر، ورغم كده ربنا عوضهم بموهبة كبيرة جداً في عزف الموسيقى. يعني قربوا يفوزوا؟ لو فازوا المرة دي هيتأهلوا للمرحلة النهائية، ولو فازوا في المرحلة النهائية هيفوزوا في المسابقة. أما أحداث مسلسل سر المسجد فبدأت بظهور حبيبة وهي بتحدث سيف بالفيديو وبتقول له إنها عثرت على رمز جديد. خلال أحداث الحلقة بيرى سيف والده بعد خروجه وبيحدثه عما تعلمه في التطبيق من أداب وتعليم المساجد، وخلال حديثهم بيفتحوا الرمز الجديد وبيجدوا فيه المسجد الأقصى، وبيبدأ الشيخ صلاح والمهندس أمين في الحديث مع الأطفال عن المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو واحد من ثلاث مساجد بيسافر ليها المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.